بعد استحداث إبرشية جديدة بإفريقيا، كيف بدأت الكنيسة القبطية هناك؟ أصدقاء المتابعين لقناة كوبت الكوجي، أهلا بكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بننزله. قرر قداسة البابا تودروس الثاني تجليس نيافة الأنبا جوزيف على إبرشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي وملاوي، وذلك بعد أن رسمه أسقفا عاما في عام 2021. وإليكم أبرز المعلومات عن نشأة الكنيسة القبطية في إفريقيا. كانت أول زيارة خدمية إلى جنوب إفريقيا بدعوة من نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقص مطران جنوب أفريقيا. وجدير بالذكر أن نيافة الأنبا أنطونيوس بدأ خدمته في إثيوبيا عام 1966، وقد قام بسرد عمل الله معه في الخدمة من خلال كتابه أعبر إلينا وأعنا، اللي أوضح فيه كيف قام بتأسيس العشرات من الكنائس القبطية في العديد من الدول الإفريقية مثل أثيوبيا وكينيا وزامبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا. وأتقن نيافته خلال سنوات خدمته اللغات الأمهرية والسواحلية ولغات عديدة خاصة بالقبائل الإفريقية. وخلال نفس العام قام القس داود لمعي بتأسيس خدمة القديس بولس للكرازة بكنيسة ماري مرقس كليوباترا بمصر الجديدة، ونظم اجتماعا أسبوعيا باللغة الإنجليزية بهدف إعداد خدام كرازة قادرين على نشر تعليم المسيح بلغات متنوعة وبطرق تناسب الثقافات المختلفة للشعوب. وكان قد بارك مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الإفريقية، ومنذ ذلك الحين بدأت الخدمة في العديد من الدول، كما بدأ أيضا إعداد خدام مكرسين للإقامة الدائمة والكرازة في تلك الدول. بالإضافة إلى أن البابا شنودة وافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الآسيوية، كما انطلقت أيضا أول قافلة طبية لإفريقيا في نفس العام، وتم تأسيس مدرسة القديس بولس الرسول لإعداد الخدام والقادة لتأهيلهم روحيا ومعرفيا من أجل خدمة الكرازة والعمل الرعوي. وبارك قداسة البابا تودروس الثاني خدمة الكرازة، كما قام برسامة مجموعة من الكهنة المكرسين لتدعيم الخدمة في الدول الإفريقية والأسيوية. وفي نفس العام تم البدء في تنظيم العديد من المؤتمرات بصورة دورية لإعداد وتأهيل خدام الكرازة، كما تم أيضا عقد العديد من المؤتمرات للآباء الرهبان الراغبين في الاشتراك في الخدمة، والتي قام على إثرها العديد منهم بالسفر إلى بعض البلاد للكرازة والخدمة. واتسعت خدمة القديس بولس للكرازة لتخرج خارج أسوار كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة، وتتأسس مدارس للكرازة في كنائس أخرى داخل وخارج القاهرة. وقد قام قداسة البابا بصيامة الأنبا جوزيف والأنبا رويس أساقفة للكرازة، وذلك بهدف متابعة الخدمة في بعض البلاد الإفريقية والأسيوية. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.